نعم، أنا متواجد معكم من جامعة الملك عبد العزيز، تحديدا من كلية السياحة التي ستكون ممثل جامعة الملك عبد العزيز في توقيع الاتفاقية مع وزارة الرياضة في ظهيرة اليوم في تمام الساعة الواحدة في مكتب معالي رئيس الجامعة معالي الدكتور عبد الرحمن اليوبي. والاتفاقية هذه التي تتضمن مشاركة طلاب الجامعة في تنظيم بطولة الفورمولا 1 بالتأكيد، والحدث الأكبر والمنتظر من قبل عشاق كرة القدم، عشاق السيارات، في كرة القدم عشاق السيارات العالمية بالتأكيد. ومثل هذه البطولات ليس بغريب أن نشاهدها، بطولات العالمية والأحداث الكبيرة حقيقة نشاهدها من قبل هيئة الترفيه ووزارة الرياضة في المملكة. سوف تنطلق هذه البطولة بالتأكيد في ديسمبر، في نهاية هذا العام بإذن الله. وأما فيما يخص كلية السياحة التي تقوم بنشاطات جميلة نشاهدها في الفترة الأخيرة من الجولات على المناطق الأثرية وغيرها، سوف نسلط عليها الضوء بإذن الله في الأيام المقبلة بإذن الله. جميل، يعني عبد العزيز شكرا لك على هذه التغطية، ويبدو أنك مشتاق للدوري لكرة القدم، بس صبر نفسك باليورو وكوبا أمريكا، يعني بطولتين أعتقد حلوة التصبيرة فيها. يعطيك العافية عبد العزيز إدريس. بالضبط، اي والله هي هذه الصراحة متعة كرة القدم، لا يعني تفوق على كل شيء، وهي الرياضة الأولى هنا في المملكة. شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية.